بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناة عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. السلام، كل شيء طايرة. أول شيء شكرا 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 على الدعم بالفلوق اللي راح. أنا ما كنت متوقع ولا 1% إنه الفلوق مفيد أحد، بس طلع الفلوق مفيد الحمد لله. فبناء على هذا الشيء أنا سويت نموذج أسئلة وقلت لكم اللي يبي شيء يسأل الفلوق الجاي يسأل. جت أسئلة ماشي، بعضها بقراه بس ما راح أجاوب عليه ماشي، لأنه يحتاج له حلقة لحاله. لذلك اللي ما راح أجاوب عليه الحين بحط له حلقة لحاله. طيب أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. علي من السعودية، متى راح ترجع شروحات اللينكس؟ أنا رجعت خلاص راجع زين. خلصنا السؤال الأول. السؤال الثاني، نبغى دورات شبكات واختراق. هذا من وليد الويبيكي برضو من جدة، ما عرفت أقرأ اسمه، مكتوب بالإنجليزي الويبيكي حاجة زي كذا. عموما شو اسمه، دورات اختباق وشبكة معلومات، شبكات وأمن معلومات ماشي، قاعد أجمع الكلام مع بعض. أنا مالي في المواضيع هذه الشبكات تحديدا ماشي، ممكن أفيدك بموضوع الويب لأنه مبرمج ويب، ممكن أعطيك حاجات في الويب ماشي، لكن في الشبكات ما لي علاقة فيها أصلا ولا ذا. يعني عندي مبادئ أكيد كي زي شخص، لكن أقول لك أنا أفهم في أمن المعلومات حق النتوركينج، أو ما عندي سالفة، ما أفهم شيء صراحة في الموضوع هذا تحديدا، ما أفيدك. ولكن أكيد لي ممارسات هنا وهنا وهنا، بس ما أقول لك إني أفيدك في هذا الموضوع أبد. ولكن خلنا نتكلم بالمستقبل إن شاء الله عن موضوع الأمن المعلومات، مع إني ما أحبه لسبب بسيط جدا، هو إنه راح أفتح عليه أبواب أنا ما بيفتحه. مو إنه خايف إنه أحد يسوي شيء، لا، أنت نفسك مع نفسك بيفتح عليه أبواب إنه بتبدأ أسئلة تجي غريبة عجيبة، أشياء ممكن ما لها داعي تصير، ممكن تشتغل الدروس الأشياء ما لها داعي، ويمكن ألقى نفسي طالع بموقع ما بيطلع به زي ما صار قبل. اللي فهم فهم، اللي ما فهم أنا مودي أعيد الموضوع أطرحه مرة ثانية. فهد من بريدة، أبرداوي، شلونك طيب؟ هنكلي أنا من بريدة، يعني تيجي تزعل ولا شيء، كلنا بريدوية. فهد يقول الفرق بين نواة لينكس المحدثة وطويلة الدعم. أوكي، في عندك نواة اسمها LTS السلكي، شايف نواة LTS اللي هي طويلة الدعم Long Term Support، وفي عندك النواة العادية اللي هي تجي مع توزيعات هذه المحادثة الأخيرة، وفي نواة برضو يمكن ما أدري عنها اختبارية، وفي 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 يعني ممكن تنزل حتى نواتها تو محط لها فيتشر جديدة. بس أنا بتكلم على الاثنين، المستقرة والمحدثة اللي هي تنزل غالبا مع توزيعات المشهورة مثل بونتو ماشي، البونتو الإصدارات الأخيرة. الفروقات ما بينهم إنه المحدثة غالبا دائما أصلا يكون فيها أشياء جديدة، خاصة نتكلم عن الدرايفرات التعريفات، يكون فيها اشياء ما نزلت في الال تي اس. طبعا خلونا من الفور، يجي احنا احد ينزل لي لينكس ال تي اس 4 ويقول لي شغال كل شيء، لا، راح اذا انت بخير ارجع ركب ال تي اس اللي قبلها اللي هي 3.2 اعتقد، ونزل 3.8 مثلا بنفس السيريز راح تشوف الفرق. الاصدار الاربعه، لا الاصدار الاربعه لسه نازل اصلا، لكن الاصدار المحدث من النواه بيكون فيه التحديثات او الاصلاحات اكثر من المستقره، ولكن استقراره بيكون اقل من مقارنه مع الايش، مع المستقره. المستقره يكون فيها عاده الاستقرار اكثر، ليش؟ لانه تم اختباره بشكل مهول، لذلك تسموه مستقره. سؤال بسيط جدا، النواه لسه طالعه، كيف صارت مستقره؟ راح تترك ان تكون هي المستقره، بمعنى انه خلاص هذه النواه راح تكون هي نواه المستقره، بينزل عليها الباتشز، بينزل عليها كل شيء خاص بالتعريفات، خاص باي بطيخ متعلق في النواه، وراح تكون هي نواتنا المستقرة، ما راح نغير. فالفرق ببساطة أنك مع النواة المستقرة تحصل على أداء مستقر أكثر من النواة المحدثة. طب أنا إيش أستخدم، هذه ولا هذه؟ ما عادي يستخدم أي واحد فيهم. بالنسبة لي أنا أستخدم آخر شيء ينزل على توزيعتي اللي هي لينكس من 18، آخر شيء ينزل أنزله. ليش؟ لأنه أبي التعريفات تكون دائما محدثة. والمثال اللي ضربت لكم إياه قبل كان اللابتوب اللي وردتكم إياه، كان فجأة ركبت عليه لينكس من 17 اللي كانت فيها ثلاثة أعتقد النواة 3.9 3.8 ما أتذكر، فما كان يشتغل لا تاتش ولا واي فاي ماشي. مجرد بنزلت 18، نزلت 18 عليه كل شيء اشتغل out of the box، يعني ما سويت أي شيء. فهذا هو الفرق. لكن هو باقي سؤاله أيهم أفضل البرامج؟ ما في أيهم أفضل البرامج إلا إذا كان البرنامج حقك أصلا بيتعامل مع الهاردوير، بمعنى أنه قد يكون البرنامج عندك يتواصل مع الكاميرا مثلا ماشي، أو يعني له علاقة مباشرة بالهاردوير. أتكلم عن هاردوير، والهاردوير هذا فيه مشكلة بالنواة، هنا بيكون مشكلة. لكن إذا كان برنامج مو متواصل مع الهاردوير بشكل مباشر معك، يعني ما راح تطبع منه مثلا على سبيل المثال طبعا طباعة أو يعني
ما بيفرق معك، وغالبا النواه غالبا ما تاثر بالبرامج ابدا ابدا، انا اقول غالبا، لكن في بعض البرامج بتكون اداءها متعلق مباشره بكرت معين بالجهاز، الكرت هذا في مشكله مع الدرايفرات الخاصه في النواه مع الموديولز حقته ما بيشتغل. ماشي اوكي، سؤال، واو هذا السؤال انا احبه. فتحي من غرفتي او كاتب غرفتي، كم عمرك؟ عمري 28 سنه. كيف كانت بدايتك بعد ما تخرجت؟ اسبوع طويل السالفه. اوكي انتم قلتوا لي خذ راحتك في الفله ابغى اتكلم ان شاء الله ساعتين فيديو. اول ما تخرجت كيف كانت بدايتي؟ انا كنت بادي قبل ما اتخرج، بتكلم عن العمل يعني، انا كنت موظف اخر سنتين من الجامعه، انا كنت اشتغل وقبل يعني كنت اشتغل بس كفريلانسر ماشي، لكن السنتين او السنتين النص الاخيره من الجامعه انا كنت موظف رسمي، بس قبل كنت فريلانسر. فالبدايه كانت شوي يعني اتذكر الحين وكانت مره وقتها، بس الحين كانت نكته يعني. اتذكر كان اخر اختبار عندي، كنت كان عندي بروجكت بالشركه، فتخيل اني رايح اختبر، الان خلصت الاختبار صح، انا راكب السياره راح المطار، يعني انا خلصت خلاص راكب السياره راح المطار، لان رحلتي بتكون بعد تقريبا كانت ساعه ونص او ساعتين ما اتذكر بالضبط، بعدين بيبدا البوردنج بالطيران. فكانت موضوع صعب، موضوع الحياه بعد التخرج هذا مقرف جدا، يعني ما يعرفوا الا الشخص اللي تخرج وعاشه، مقرف جدا لما تكون طالب. الناس يعني انا اتكلم عن مجتمعنا احنا، ينظر لك كطالب ما يتامل منك اي شيء ثاني، انت تخلص دراستك بس. بس اول ما تخلص دراسه يبدا يعني يسالونك الاسئله التاليه، ورا ما توظفت، طبعا هذا باللهجه حقتي، ورا ما توظفت لماذا لم تتوظف او لماذا لم تعمل، هذا سؤالهم طبعا لي. بعدين بيسالونك سؤال ثاني، طبعا افترض انك توظفت صح، ليش ما تزوجت؟ طب ماشي اوكي تزوجت، طبعا ما تزوجت بس انا اضرب مثال، ليش ما بنيت بيت؟ طبعا قاعد بالتجار اوكي بنيت بيت. ليش ما جبت عيال الحين؟ خلينا نجيب لك عيال. طيب ليش ما بعد مت؟ ينتظرون لك حد ما تموت، هذا المجتمع حقه. ايش سويت؟ ايش انججت؟ ايش عشت؟ ايش احلامك؟ ايش افكارك؟ ايش الاشياء اللي ودك تسويها بحياتك؟ يبغونك تعيش بالحركه هذه. ادرس، خلص دراستك، اتوظف، لازم تكون وظيفه حكوميه، اتزوج، جيب عيال، ابني بيت، الله يرحمك مع السلامه مت. فالاشكال كان انه زي ما انتم عارفين اشكالي اللي ما زلت يعني، وهو اللي كان مسبب لي مشكله وما زال مسبب لي مشكله، اني مصدم مع المجتمع ان انا امشي بشيء ما يبونه، فدائما اصدم معهم. وفصلت مؤخرا، يمكن احد يشوف الفيديو يعرف انه بيقول لي كشفنا السر، مؤخرا صرت ما اتكلم اصلا في الاجتماعات، اقعد معهم كيف الوضع؟ الحمد لله مستور والله يا ربي لك الحمد والشكر. اي لو انت سامع كلامي، اي والله كلامكم صح، مع كلامهم خطا اصلا، بس لازم نمشي الموضوع يعني، ولا ما بيرتاحون. فهذه باختصار انه بدايتي بالاساس كنت بادي قبل ما الحمد لله، فلما تخرجت كان الموضوع اسهل عندي، اسهل من انه اتخرج واجلس، لانه في ناس تخرجوا وجلسوا. تمام، اشتغلت في شركات كثيره، امي تسمين ابو الاستقالات، لان دائما استقيل من الشركات، عندي مشكله وخلاص مزاج ما بيكم بستقيل، تبي شيء لك شيء عندي خلاص انا بستقيل ماشي، وحق من حقوقي كموظف. فاستقلت من شركات كثيره يعني، ما ادري كم والله، واحده اثنين ثلاثه اربع ست شركات استقلت منها. يا الله والله كثير بشيله، ست مع اخر وظيفه استقلت منها. عموما الموضوع ما فيه انه انا اساسا ما ارتاح في بيئه العمل اذا كان فيها وشوشه، بيئه عمل موشوشه انا ما احب اقعد بها، يعني ما في عندهم هدف مشترك، ما في عندهم قيم بالعمل، ما في سلام عليكم اترككم. وظيفة الأخيرة الحمد لله كانت جيدة والأخيرة، بس أنا استقريت أو تركتها لأني خلاص أنا ما أبغى أتوظف، أبغى أشتغل شغل خاص. فهذا باختصار شديد، ولا في تفاصيل كثيرة أنا أفكر أسوي فلوج ممكن يفيدكم مش اللي سويته. طيب إيش الدورات اللي أخذتها والتدريب؟ ونفس الشخص يسأل دورات، إذا كنت تتكلم عن دورات كمبيوتر ما عندي ولا شهادة، العلم في الرأس مش في القرطاس، بس تحطك بالصورة يعني العلم هنا مو في الورقة ماشي، فما عندي ولا شهاده صراحه. وقت يعني يمكن شيء حلو شيء مدري، احيانا يكون مو بحلو، بعض الناس يعني جاهل يقول لكم شلون تعرف انه معك شهاده؟ لو هذا كثير تصدمت معه مع طلاب الحاسب، يعني الطلاب اللي حصلهم في الاستراحات في الاجتماعات مستحيل، بعدين اقعد اتكلم معهم وناقشهم ووريهم ولا اوكي خلاص. فالعلم ما يوقف على انك تروح تجلس في مكان فصل معين وتدرس وذا لا الى اخره، ما في زمان يعني بتكلم عن علماء كبارين اساسا طلعوا نظريه نيوتن والجماعه حقين، ما لا درسوا ولا يعرفون الجامعه ولا عندهم دكتوراه ولا غيره.
من شيء. فالعلم بالراس، انت تسوي اللي براسك خلاص. فانا ما عندي دورات بالحاسب، ولكن في عندي دورات برا الحاسب. ايه اخذت في اخر دوره اخذتها كانت في الفلسفه، طبعا شيء يمكن ما قريب السعوديه خاصة الفلسفه. طيب ما علينا. عبد النور من الجزائر يقول اشتقنا لك الى اخره. اوكي يبغى مراجعه توزيع. حاضر. ما هي مواصفات حاسباتك ولماذا؟ عندي الكمبيوتر اكلمكنك هذا، هذا اللي يسال عبد العزيز مو محدد البلد. هذا 16 جيجا رام، والمعالج اي 7، والهارد ديسك اس اس دي 1 تيرا بايت، وكارت الشاشه 2 تي بي اعتقد، 2 جي بي عفوا. بس ليش؟ طبعا لانه انا هذا استخدمه عشانكم باليوتيوب، فانا اجمع المواصفات هذه عشانكم انتم اللي تشوفون الحين، عشان اقدر اسوي دروس اليوتيوب تحديدا على الفيرتشوال بوكس. ولا انا ما احتاج اكثر من 4 جيجا، كثير علي. بس انا عشان الفيرتشوال بوكس اضطريت اني اضرب مواصفات. يلا استانسوا وبسطوا. بالنسبه للاجهزه الثانيه اللي عندي بالعمل، عندي جهاز 4 جيجا رام، هذا جهازي الرسمي بشغلي، والهارد ديسك 1 تيرا اس اس دي، والمعالج اي 5. وكثير علي بعد، لانه انا كل اللي اسويه اصلا افتح نت بينز واشتغل على البي اتش بي وخلاص، ما في شيء ثاني اسويه. بالنسبه لللابتوب، اللابتوب شفتوه قبل اللي كان اكس بي اس ديل اي 7 16 جيجا رام اس اس دي الهارد ديسك، ما اتذكر 500 ولا 1 جيجا صراحه. السبب انه الجهاز قوي، اللابتوب لازم يصير قوي بصراحه، لسبب انه ابغى برضو استخدم عليه اشياء ما ابغى يسوي عندي حدود. يعني انا عندي جهازي مثلا في البيت خلاص انا ما عندي حدود معه، الجهاز المكتبي بالنسبه لاستخداماتي انا، بس ما ابغى اللابتوب يخذلني بالنقطه هذه. الحاجه الثانيه خلاني اشتري الجهاز ذاك، كان حجمه جميل جدا وكان وزنه يعني اشياء حلوه، بالطياره افتحه واشتغل عليه وفله، فمريح جدا صراحه. اوكي جاوبتك الحين. ابراهيم من مصر، متى تكمل سلاسل دروسك التعليميه الخاصه بالسكريبتنج؟ ابشر شم شم طال عمرك. السؤال اللي بعده نفس الشيء، عبد الله يسال نفس السؤال، سم ان شاء الله. رد على انضمام مايكروسوفت لمؤسسه لينكس، هذا اياد من السعوديه. والله انضمت لينكس، انضمت للماسونيه، انضمت للحزب الصفطفطس، انا ما لي علاقه. وانضم وبعدين طالما انه عندنا التراخيص حقت الاوبن سورس، عندنا الحلول حقات المفتوحه المصدر، عندنا وسطين، فما ما عندي اي شيء. ايش اقول لك يعني؟ يقولوا فاشلين ولا لا؟ تعدينا المرحله دي خلاص. ايش الشغل اللي تشتغله الان؟ ابيع فجل عند كوبري العباسي بمصر. بشتغل بالاي تي الحين، اوكي، تحديدا في الانفورميشن سيستمز. السؤال اللي بعده، عبد الله من السعوديه، يقال ان اغلب الادارات التقنيه واقسام الاي تي تستعمل انظمه ويندوز ادوات مايكروسوفت، ونادرا تجد اداره او قسم تستعمل لينكس، هل هذا صحيح؟ ومن تجربتك ما هي اكثر الانظمه والادوات التي تستعمل بين قوسين السعوديه؟ كلامك صحيح 100%، نادره جدا. هل هذا صحيح؟ جاوبتك، لكن ما راح اقول لك ليش، لانك انت ما قلت لي ليش، ما في وقت. بس انه كلامك صحيح 100%، مايكروسوفت هي المسيطره والله في السعوديه. ما مدى قوة بيئة إلكترون؟ هذا أوثمان جي إكس من المغرب. بوف. ما مدى قوة بيئة إلكترون في إنتاج برامج سطح المكتب باعتماد على لغات الويب؟ إلكترون أنا ما اشتغلت عليها بصراحة، ماشي يقولك يا بلاطة يعني، كل اللي أعرفه عن الريفيوز وقرأت في موقعهم وكذا، بيئة واعدة طبعاً. اللي ما يعرفها إلكترون عبارة عن بيئة فريمورك يجمع لك ما بين لغات الويب اللي هي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. يجي لي واحد هنا يقول HTML ما بلغة برمجة، لغة هيكلة، whatever، خلاص نقول ويب تكنولوجي، ماشي. ويجمع لك ما بين اللي هو الأدوات الخاصة بالكروميوم اللي هو البرنامج المفتوح المصدر من كروم، ماشي، وأيضا مع النوت جي اس. الحلوين هذول النوت جي اس مع الكروميوم مع الثلاث اللي قلت لكم إياها، ال HTML والجافا سكريبت وال CSS، تسوي من خلالهم تطبيقات سطح مكتب. ما استخدمته، ما اعرف عن قوته شيء، ولكن تقدر تروح تشوف الموقع حقهم، لان ذاكر رجعته قبل كان حاطين امثله على تطبيقات قويه جدا، واحد منهم تطبيق ووردبريس المعروف. ف يبدو انه الموضوع حلو، فانا هذا رايي لاني ما جربت لسه، لكن ممكن اجرب بعدين. محمد احمد من العراق. العراق لازم اقول تحيه، احب العراق. العمل الحر والالتزامات الأخرى، هناك مشاكل لدي في التنسيق والترتيب بينها، ما هي أفضل طريقة للترتيب برأيك؟ برأيي أنك سألت الشخص الخطأ، لأنه أنا مثلك مؤخرا يعني بكم سنة اللي راحت يمكنني طحت بشغلة أو حاجة يعني شفت أن تساعد شوي، هو موضوع الأولويات. بس أنت حط عندك أولويات شخصية، أولويات أسرية، أولويات برا المحيط، أي شيء ثاني برا.
شخصيه تخص فلوسك، حياتك، صحتك، سعادتك، الحاجات هذه، هذه اولويات. بعدين يجون اهلك، فكر صح، لا قد يجي يقول امك وابوك، امك وابوك على العين والراسي، طالما انهم عايشين على قد الحياه الحمد لله، بديهم على انفسنا وغيره ما عندنا مشكله، بس انت فكر بنفسك، لا تسوي فيها انك الفتى اللي بضحي بكل شيء عشان اهلي وكذا، لا خليك انسان منطقي، انسان واقعي، وعيش لنفسك. مو معناته انك تعيش اناني وتطنش العالم المحيط، لا، اذا شفتهم بحتاج لاحد اعطيهم، لكن انت خليك مركز نفسك، حب نفسك، ما في شيء انك تحب نفسك يا اخي، حب نفسك وبعدين الاسره وبعدين باقي ذي. فحط عندك اولويات، اعطي لك مثال على الاولويات، تحس انك ضرسك يوجعك وقدامك برمجه موقع تبي تسويه. طبعا انا اعرف ايش تفكر فيه، تقول لي راح امشي موضوع الضرس وقاعد اشتغل على البرمجه، صح؟ صح. الاولويه انك تصلح ضرسك، ليش؟ لان ضرسك ما راح يخليك تشتغل زين، ولو ما سويت اليوم بكره بتروح تسويه وموضوع بيكون اسوء من اليوم، فمشي اولوياتك بالطريقه هذه. بس حط عندك اولويات، يعني باليوم مثلا 5 اولويات، حاول انك مثلا من الخمسه هذول تنجز 2-3، والاثنين الباقيين ممكن بكره يكونون هم اولويات بكره، وهكذا. ايش رايك التسويف بطريقه غير يعني؟ عموما الاولويات اللي بتحل لك الموضوع ان شاء الله. محمد العبساوي من مص ام الدنيا، كيفيه تثبيت سنت او اس بجانب ويندوز؟ موجوده عندي بالقناه زيها زي اي شو اسمه توزيعه ثانيه. هل يمكن اضافه استدعاءات كالي على الديبيان او العكس، اضافه استدعاءات ديبيان على كالي؟ ليش؟ انا دائما اكره السؤال هذا، ليش يا اخي؟ كالي حطها عندك في فيرتشوال بوكس وسوي اللي بتسويه خلاص. كالي اساسا ما ادري ليش يستخدمونه كديسكتوب بصراحه، او ينزلونه كنظام اساسي، حطها في فيرتشوال بوكس وسوي اللي بتسويه. ليش بتنزل مستودعاتها عندك؟ عشان حطها في فيرتشوال بوكس، صدقني حطها هذا فيرتشوال بوكس يسمع كلامي وبس، ما راح تحتاج كثير. انا عندي على الفيرتشوال بوكس افتح تك 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 خلص سكر، ما احتاج اني اكون على كالي كل الوقت. لكن ممكن تنزل على الديبيان، ايه انا جربت على بونت 14، لكن ترى مرجع ديبيان، شوف ممكن في مرجع، لكن احتمال كبير يكون في مشاكل في الاعتماديات. ترى يزيد من السعوديه، وش ممكن تكون فوائد استخدامات السيرفر المنزلي للمستخدم العادي مثل الرازبري باي او شيء محترم مثل اي 7 زيون؟ طيب فوائد كثيرة يا بعدي. أول فائدة إذا كان عندك سيرفر في البيت، ماشي، هو مشاركة الموارد بالبيت، ماشي. مثال بسيط جدا، الإنترنت تشتغل واي فاي، أنا عارف واي فاي، لكن إذا كان عندك سيرفر في البيت، السيرفر ممكن ينظم لك عملية تنظيم أو تنصح الباندوث في البيت، فممكن توزع الباندوث بطريقة معينة في البيت عشان كل واحد يأخذ باندوث محترم. الباندوث اللي هو السرعة، النطاق الخاص بكل مستخدم، انه تحط فيه نسبه عادله مثلا بين المستخدمين. حاجه ثانيه، ممكن تشارك الموارد زي الطباعه، يلا هالشيل، ممكن شغلات كثير ممكن تسوي السيرفر يعني. وبرضه ممكن يكون ستورج عندك، يعني يكون هو اداه تخزين لك في البيت وانت برا، تمام، انت برا وتخزن هنا في البيت، تقدر توصل له من برا، فهذا شيء طيب. حاجه ثانيه جدا، اذا بتسوي شيء مفيد جدا بالنسبه لي، هذا اكثر شيء استخدمه، انه اخلي السيرفر عندي مفتوح على برا، اني اقدر اتصل عليه من برا واسوي اي شيء في البيت، اي شيء في البيت، في المودم، في الكمبيوتر، في البطيخ، كله اقدر ادخله من برا. ليش؟ لانه في عندي بورت مفتوح اقدر اوصل عن طريقه واسوي اللي ابيه، تمام. فهذه بعض الفوائد، انت ممكن تشوف الموضوع تضبط يعني كل واحد واستخداماته. علي حمود، مانع من ابها يا اخي، برد طبعا، ابها عندهم برد، بس يعني برد مثل برد. يقول يريد استبدال تي ام جي بلينكس كبروكسي لتوزيع خدمه الانترنت المستخدمين في شبكة المعهد الدين. شكرا. نشوف موضوع الاباتشي، تي ام جي طبعا مغلق، سيدي الاباتشي مفتوح، ترى الاباتشي فيه شغلات حلوة، تمام. لكن لا ترى الاباتشي ما راح تركبه كذا ويشتغل معك، يبغى تشغل شوي، بس الاباتشي فيه شغلات حلوة. طيب هذا ربيهم ما ادري اسمه من المانيا، هتلر، لماذا فشل لينكس كبيئة سطح مكتب؟ سؤال جميل وظريف جدا. لو كان لينكس فشل كبيئة سطح مكتب، ليش انا قاعد اكلمك الهيمنه؟ في فرق ما بين يكون فاشل معناته لم ينجح، فرق موضوع لم يشتهر، هو ما اشتهر، ماشي. سبب عدم شهرته واضح جدا، لانه ما في اي هدف مالي من وراه، وما في مستثمرين كبار يبغون ياخذون فلوس من وراه، والمبدا حقه اساسا معارض لمبدا الفلوس، فكيف يشتهر؟ تجي واحده زي مايكروسوفت وابل، ابل طبعا برا اللعبه اصلا، مايكروسوفت اللي ماسك الليله، وتحط المنتجات حقتها في الكتب الدراسيه والى اخره، ويطلع الواحد من المدرسه يتوقع انه كمبيوتر ويندوز، ما يدري انه في شيء ثاني غير ويندوز. بس باختصار يعني الموضوع كله فلوس. لدي سؤالان، هذا يوسف ومو محدد مكانه وين.
نطيت واحد انا. ايه ايش رايك في الاي او اس بي الرومات تركب على الجوال وليش يسمونها رومات؟ شكرا. ما اعرف الرومات هذه، ممكن اكون جربتها بس زمان كنت العب بالجوالات، الحين ما كنت العب. ليش اسمه رومات؟ لانه في عندك ذاكره بالجوال اسمها ار او ام، الذاكره هذه الروم وليست روم، طبعا روم غرفه وروم اللي هي الذاكره هذه سموا عليها الروم. يوسف لدي سؤالان. نزلت نسخه ديبيان، لما جيت نصبها على اليو اس بي اللابتوب ما قبل تنصيب، بينما جربت على الديسكتوب فكانت الامور سليمه وعلى نفس اليو اس بي، بس ما اعرف وش المشكله. المشكله في احد امرين، اولا يكون اللابتوب عندك ما يدعم الاقلاع من الفلاش، ثانيا يكون عندك مشكله في الترتيب للاقلاع عندك. طبعا هذه شغله في فيلم قديم، بس قد يكون اساسا اللابتوب عندك ما فيه ما راح يقرا الفلاش ميموري الخارجي كمصدر اقلاع، فاللي بتسوي لك تقطع البايوس الديليت في سيت اب وات ايفر، يعني احيانا تصير الديليت، يعني تكون اف 12 اف 11 اف 2 اف 1 اف 10 احيانا اف 8 يعتمد، شايف، وتغير الاعدادات من هناك انه يكون اليو اس بي مفعل او يكون دائما هو بالخيار الاول للاقلاع. لكن في حاجه ثانيه يكون سكيور بوت، وهذا السكيور بوت حاجه وسخه، سكيور بوت ماشي. فانت شوف بناء على الموديل حق اللابتوب حقك، شوف موقع الشركه حقهم كيف تدخل البايوس وراح تحصل السكيور بوت، سوي له اوف طفه خلاص. اذا كان عندك ويندوز 10 او ويندوز 8 اعتقد نفس الفيلم ما راح يشتغل اذا وقفت السكيور بوت، احيانا احيانا يشتغل. ما انا ما اقدر افتي لك الموضوع ذا لان ما لعبت كثير مع الويندوز، لكن في تحذير دائم يجي اذا وقفت انه ما راح يشتغل ويندوز، بس هسه اوقف اركب لينكس وانسى الموضوع يا حبيبي. طيب خلصنا من السؤال. خالد زهد من فلسطين. فلسطين بلادنا واليهود كلابنا عيال الكلب. طيب ما هو رايك بسرعه تطور توزيعات لينكس بشكل عام، ولماذا؟ ما هو رايك بويلاند وليويلاند ولماذا؟ هل تعتبر ابونتو ام فيدورا ام منت ام سوزا؟ تعتبر او تعتبر ترى تفرق رائده في التوزيعات اللينكسويه التي اعتقد التي تعتقد انها الاكثر تطور. طيب بالنسبه رايك بسرعه تطور التوزيعات شيء جميل يخدمنا، رايك جاوبت عليك شيء جميل ويخدمنا، هذا هو السبب. ويلاند دام ما نزل على ارض الواقع، اللي ما يعرف ويلاند هو عباره عن ديسبلاي مانجر زيه زي ما مير زيه زي اكس مير طالع وسووا له ضج عليه وبعدين سووه. بعدين الويلاند فيه عيوب وفي ميزات، والاكس فيه عيوب وفي ميزات، فما نقدر نحكم. واحده من الاشياء الجميله اللي موجوده في الويلاند الحين انه يكون الاداء اسرع، يكون موضوع الستاكينج حلو، يتوقعون اداء اعلى، بس في درايفرز لسه ما بعد ضبطت عليه فيبي له وقت شوي عشان يضبط. انا هذا رايي الشخصي. بالنسبه لي في النهايه اهم شيء عندي اني اشوف الماوس، فيرات الماوس هذه شوفه واقدر اكتب بالكيبورد، وحطيت ويلاند حطيت مير اهم شيء يشتغل، هذا رايي الشخصي. لكن راي علمي دقيق الويلاند لسه في طريقه، في توجه كبير انه يستبدل الاكس اورج او الاكس عفوا كله بيحطون بداله ويلاند، بس الاشكال اللي عندهم الحين انه ويلاند غير جاهز الموضوع الدرايفرات، وبرضه في حاجه ثانيه انه الاكس لسه في ميزات قويه جدا، منها مثلا موضوع الديسبلاي انه تقدر تشغل اكثر من ديسبلاي بجهاز واحد، هذا شيء عبقري ماشي، او اكثر من سيشن بديفرنت ديسبلايز، يعني شيء عبقري جدا موجود بالاكس. لكن الاكس في مشاكل بتعقيدات الكود نفسه، لذلك يتوقعون مستقبلا بيكون موضوع تطويره صعب لان الكود عندهم في مشاكل. طيب مصطفى محمد غير محدد، لدي استفسار حول كيفيه حفظ التوزيعات لينكس مثبت على الجهاز برنامج عن طريق برنامج على جهاز التوزيعات وليس مستقبليا فقط وحتى اسكت. اوكي، هل تريد صناعه توزيع؟ اذا كان الجواب نعم افتح جوجل اكتب لينكس فروم سكراتش، لينكس فروم سكراتش، وروح من هناك وعيش حياتك ماشي. اذا كنت تبني توزيع خاصه، اذا كنت تبغى تاخذ نسخه احتياطيه فقط نزل اي جي بارتد مثلا، جي بارتد ماشي، هذا راح عباره عن توزيع ما فيها اي شيء غير برنامج جي بارتد، راح ياخذ لك كلون من الهارد ديسك حقك نزله على اي هارد ديسك ثاني وانبسط. لكن اذا بتسوي توزيع ابحث عن لينكس فروم سكراتش وشوف كيف الموضوع. طيب وبعدين ليش تسوي توزيع؟ ها 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 ناقصين هنا، امزح راح اسوي تبي. طيب استفسار، ليش ما تبدا شركتك بدوله كبيره واقتصادها قوي؟ لانك مطلوب هناك، دوله مثل السعوديه راح يموت بزنسك فيها. من يقوله؟ من يقوله يا حبيبي؟ صبر، جيب لي دوله. اولا ما راح ينفعك
الا اهلك يعني ماشي، ولا راح احد يستفيد من شغلك الا اهلك لانك انت اللي فاهمهم وفاهمينك. ثانيا علاقاتك وفهمك لثقافة الناس شيء مختلف. علاقاتك لما تكون يعني انت هنا موجود علاقاتك وتكون موثوق اكثر، بتروح برا انت مين عشان تجي انت؟ ها بيعتبرونك نصاب، واحد جاي ينصب علينا وبيمشي. ها كلي فموضوع الشغل برا والبداية ستارت اب يعني كذا واحد تو بادي ما حبيته بقعد هنا. هذا وائل الامين او امين محمد من الجيريا. هل ستكمل دروس الاي بي تيبلز والشل؟ نعم ان شاء الله. هل يمكنك ان تخبرنا على كيفيه البدء لمطوري الويب؟ اوكي. مطوري الويب ذولا مزعجين. انا مطور ويب ترى. ليش مزعجين؟ لانه مساكين. يبغى لك اول شيء تحدد لغه برمجه اذا كنت مطور ويب. حدد لغه البرمجه. لغات برمجه الويب كثيره ماشي، الاشهر بي اتش بي، بايثون، روبي، يعني في قشواج بس هذول تقريبا هن اللي في السوق الحين. طبعا ما راح اتكلم عن الشغلات اللي تحت الاي اس بي واللي الكلام الفارغ اللي تحت، خليه يولي. انا اتكلم عن حاجات التوب الحين ماشي. لازم تحدد واحده. وكيف تحددها؟ هذه بناء على رغبتك ومرونه العمل معك وتفكيرك وطريقه عملك. شوف انت الانسب لك. اذا كنت شخص جاي من بيئه مثلا سي بلس بلس وسي والجماعه هذه، بتحصل انك عايش مرتاح جدا مع البي اتش بي. اذا كنت شخص ما تحب التعقيدات هذه وتحب تشتغل بسلاسه، شيل بايثون وشيل لك روبي. لكن كل لغه برمجه فيها ميزاتها وفيها عيوبها. انت تروح شوف بنفسك، اختر لغه البرمجه اول. لغه البرمجه اترك سي اس اس، جي بلس، جافا سكريبت، ما ادري وشو وش جي بلس هذا ما طلعت انا سي اس اس، اترك من هذا الكلام كله. هذا بعدين، هذا لازم تتعلمه. الاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت لازم تتعلمهم، مو بعلك الغصب. هذول ما تقدر تسوي شيء بدونهم، هذول خالصين ماشي. طبعا الجافا سكريبت ممكن تشتغل بدونه ماشي، بس يعني مو ادفانسد، يعني متقدم اكثر انك تاخذ جافا سكريبت. لكن السي اس اس والاتش تي ام ال صاروا هنا الحين، لذلك هذول لازم تتعلمهم غصبا عنك. لكن قبل هذا كله انت لازم تختار لغه البرمجه نفسها ماشي. اي لغه برمجه اللي انا انصح فيه، تسمع رايي، تاخذ راي اخوك الصغير، ابدا مع بي اتش بي ماشي. اذا كنت جاي من بيئه، وغالبا بتكون جاي من بيئه سي بلس بلس وكذا بالجامعه. ليش؟ لانك بتحصل مشاريع ضخمه كثيره اوبن سورس على البي اتش بي تقدر تتعلم منها. لكن البايثون والروبي لسه جدد، فما في مشاريع قويه وكبيره جدا بالويب بكثره البي اتش بي. ارتاح بالوقت الراهن. فاذا تبي نصيحتي خذ البي اتش بي، بس اذا تشوف البي اتش بي صعبه ممكن تروح البايثون ولا الروبي. انا شخصيا ما احب البايثون بسبب موضوع الاندنتيشن والبلوكينج هذا. انا متعود اسوي اقواس واعيش حياتي. نفس الكلام مع الروبي، مبسط لدرجه الغباء. انه يعني مو تبسيط لدرجه الغباء، تبسيط لدرجه الصعوبه، فما حبيته برضه. طيب معتصم من السعودية. طريقة إنشاء موقع من الصفر وكيفية اشتراك في سيرفر رفعه، عمل شبكة بين مجموعة أجهزة باستخدام لينكس وربطها، هذا يبغى لك دروس ماشي. طيب الموقع يبغى لك حاجتين، يبغى لك دومين اللي هو وات اكس اكس مدري 0720.com.net وشو، يبغى لك استضافة. بعد ما تختار الدومين وتاخذ الاستضافة، الاستضافة تعطيك شيء اسمه DNS سيرفر أو DNS تمام، دومين نيم سيرفر. تاخذ هذا وتحطه في الدومين. طبعا الكلام هذا نظري، ما راح بس يمكن يدلك على شيء. تحط هذا هنا وهذا هنا ويشتغلوا مع بعض. طيب عمل شبكه مجموعه اجهزه، هذا يبغاله جلسه. وش نوع الشبكه؟ وش تبي تسوي؟ وش المصادر؟ سالفه. حاولت مرارا عمل شيرد فولدر من ضمني الاساسي الى مجموعه من التوزيعات كينو لينكس مثل بونتو وبناتها، ولم تصلح الطرق الموجوده في النت بتاتا، كلها باءت بالفشل. ابحث عن سامبا في قناتي اس اي ام بي اي سامبا، هناك في دروس ماشي. ما هي التفاصيل؟ صدق هذا لست أشوفه. تفاصيل إلغائك لمشروع الماجستير في علوم الحاسب. أنا كنت لسه ماجستير شو اسمه هذا الله يخالف نسيت اسمه، information systems، نظم معلومات. خلوا فيديو ثاني أحسن، طولت الفيديو هذا. السلام عليكم، أنا حاب أفتح بلوك من الحاسب الشخصي، افضل ادوات تساعد في اداره الموقع، ولا يجب ان استاجر خادم. انا اقول لك استاجر خادم شيرد هوستنج، استضافة عاديه. بتقول لي ليش؟ بقول لك ان اذا فتحته في البيت الانترنت عندك ما راح يساعدك، الكهرباء مو شغاله على طول، الانترنت مو شغاله على طول ماشي. وبنفس الوقت انت راح تعرض نفسك وتعرض موقعك للخطر. ليش؟ روح يا حبيبي خذ لك استضافه رخيصه ماشي، بلاش ترى الاستضافات
تاخذ لك من الصين من روسيا من اي مكان، حتى في امريكا في اصطابات رخيصه. يعني بكلفك كم في السنه؟ $50 تقريبا، تقريبا $50-$60 ماشي. خذ لك اقل استضافه وانبسط هناك. اذا بتسويها في البيت من باب المرح والفله والضحك هذا كلام ثاني، يبغى له جلسه. بس اذا كنت بتسوي موقع بتكاليف اقل، هذه هي التكلفه. في مواقع في استضافات تعطيك $2 الشهر خلاص، لانك بتسوي في البيت في مشاكل كثيره بتصير. رابط قناتك على التليجرام موجود تحت بالوصف، حطيته اليوم. I need to learn more about Kali Linux distribution. Thank you. طيب ان شاء الله. ليش كاتب لي بالانجليزي؟ بعدين كاتب اسمه مستر انون والبلد up there. هو بالسطح سامج صح؟ طيب انتهى الفيديو. الاسئله اللي ما جاوبت عليها اما تكون اسئله شخصيه او اسئله تقنيه، يبغى لها دروس، يبغى لها جلسه، يبغى لها فيديو طويل. فالفيديو هذا حاله ما ادري كم صار الحين، شكله تعدى نص ساعه. نص ساعه بالضبط. يلا نشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني. شكرا لكم مقدما على الدعم، و مع السلامة.